الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل محاضرة رقم 4 ونحل المثال اللي أخذناه بالهومورك. نبدأ بطريقة الأسهم. فأولا نرسم المخطط ونحاول بعدها أنه نحسب مدة المشروع. فبداية احنا لاحظ هنا فعندنا نلاحظ انه الاي والبي والسي كلها تبدي بداية المشروع، فنحاول نبديها جميعا كلها في حدث بداية واحد. عندنا حدث بداية وهاي الاي، اوكي، مدتها 3 ايام، وعندنا هاي البي اي مدتها 5 ايام، وعدنا السي ايضا مدتها 7 ايام. عندنا نلاحظ انه بالدي تسبقها الاي والبي، فنقدر نقول هاي الدي اللي مدتها 4 ايام، وعندنا الاي تسبقها البي. طبعا احنا قلنا الدي تسبق الاي والبي، فنحتاج نخلي هنا دامي اكتيفيتي حتى نربط ما بين البي والدي. هاي نقدر نسميها دمي اكتيفيتي واحد، هاي دي واحد. ثم عندنا الاي تسبقها البي، نقدر نقول هاي الاي اللي مدتها 6 ايام. اوكي، بعدها عندنا الاف تسبقها الدي، فعندنا الاف اوكي هاي الاف لمدتها 3 ايام، اوكي تسبقها الدي. وعندنا الجي تسبق الاي، جي يعني تجي بعد الاي، نقدر هاي نقول الاي اوكي اللي مدتها سوري هاي الجي هاي الجي اللي مدتها يومين. بعدها عندنا ال H اللي تعتمد على ال C وال F وال G. فال H تعتمد على ال C وال F وال F وال G. فاحنا اولا نحاول انه نخلي ال C وال G يصيرن بنقطة واحدة، كوننا منفصلات، حتى نستفاد من عندهم. لان نيجي نلاحظ ال I تعتمد على السي والجي، فنحاول نخلي السي والجي يصيرن اثنيناتهم بنقطة واحدة حتى نستفاد من عندهم لخلق الاي. وبنفس الوقت ناخذ دمي اكتيفيتي من السي والجي نوديها الى الاتش. فكيف نحاول نسوي هذا الشيء؟ نحاول نعدل. فاولا نحاول نجيب الجي نخليها مثل هذا الاتجاه، اوكي عدل مكانها والهاي الجي، هذه الجي اللي مدتها يومان. ثم السي نحاول نربطها بالجي، اوكي
كيف عدنا هذه السي؟ نضغطها مباشرة. اوكي، صار عندنا ايرور. اوكي، اعتبر لوح القلم يكون اسهل شوي هنا لان حاسبه. هنا عندنا سي اللي مدتها 7 ايام. اوكي، فصارت مرتبطة بالجي، الجي والسي مرتبطات بنقطة نهاية واحدة. الان من نريد نجي على الاتش، فالاتش الافضل انه نبدي رسمها من هنا. اوكي، فالاتش لها علاقة بالجي والاف، الاف والسي. فإذا شنو نحتاج؟ الاف هسه تحققت العلاقة، فنحتاج نربط علاقة الجي والسي مع الاف حتى تصير الاتش العلاقة مالتها صحيحة. فنجي نقول اكو هنا دامي اكتيفيتي اللي هي D2. فالدي 2 الآن هي حققت العلاقة، ربطت السي والجي بنقطة نهاية الاف، فصار عندنا الاتش الآن اللي يخلي صبعه بهاي الدائرة هنا. راح يلاحظ انه الاتش تعتمد على انتهاء الاف والجي والسي. الآن عندنا الاي تعتمد على السي والجي، فنجي نقول هنا الاي هاي علاقتها صحيحة. اذا الآن لها علاقة بالسي والجي، ف الأمور طيبة، اللي هي مدتها 5 والاتش مدتها 4. اوكي، هسه الآن صارت واضحة عندنا العلاقة. ممكن واحد يسوي تيست على روحه، يخلي صبع بأي مكان من هذني وتشيك العلاقة حسب الجدول. إذا الأمور اوكي تشيك، إذا جميع العلاقة صحيحة. الآن هسه إذا أريد نسوي حسابات الفورورد باس اللي سويناها مساع بطريقة المستطيلات، فعدنا احنا الاي حسب الترميز اللي اعتمدناه بالمحاضرة، اللي هو عدنا مثل ما اسألوا نلاحظ نرجع للمحاضرة. فعدنا الابوف يصير عدنا الايرلي ستارت، وعدنا الايرلي فينيش، ثم تحتها الليت ستارت والليت فينيش. لو بالفوق فري فلوت جوا توتال فلوت، فنقدر نعتمد هذا الشيء. اوكي، او ممكن نخلينا فراغ انه بالاعلى، بس اهم شيء انه نحقق الغرض. فخلينا نبدا حسابات هالسل الاتجاه الامامي. اوكي، اللي هي الفورورد باس. فالبداية المبكرة للأي هي 0. أوكي، النهاية المبكرة للأي هي 0+3 تساوي 3. أوكي، نجي على البي، البداية المبكرة مالتها أيضا 0. أوكي، وافتح قوس هنا أفضل. والنهاية المبكرة مالتها هي 0+ مدة الفعالية اللي هو 5، فعندنا 5. اوكي، نجي على السي، السي ايضا البداية المبكرة مالتها 0، والنهاية المبكرة مالتها هي 0+7 يساوي لنا 7. الان نجي على ال A B C، نجي على الدي. الدي لها علاقة بالبي والأي، فإحنا قلنا بالفورورد باس البداية المبكرة الأكبر. ليش؟ حتى نضمن إنه الفعاليتين السابقة نهاية المنتهيات حتى تقدر الفعالية اللاحقة تبدي. فمن نجي هنا نجي نقول إذا البداية المبكرة للدي هي شو تساوي لي؟ تساوي لي 5 أم 3؟ أكيد تساوي 5 حتى إنه نضمن البي مخلصة. ف
زين هاي هسه البداية المبكرة، النهاية المبكرة للدي شو يساوي لنا؟ 5 زائد مدة الفعالية اللي هو 4 يساوي لنا 9. اوكي هسه عندنا الدي خلصت، نجي على الاي. الاي البداية المبكرة مالتها شو تساوي لنا هنا؟ هي إلها علاقة كانت بمن؟ الدي. الاي إلها علاقة فقط بالبي، فإذا البداية المبكرة مالتها هي نفس النهاية المبكرة للبي وتساوي لنا 5. اوكي النهاية المبكرة للاي تساوي لنا 5 زائد مدة الفعالية اللي هي 6، فخمسة زائد 6 يساوي لنا 11. الآن نجي على الاف. الاف البداية المبكرة مالتها شو تساوي لنا هنا؟ 9. اوكي والنهاية المبكرة مالتها 9 زائد 3 يساوي لنا 12. نجي على الجي، فالجي بحالتنا هنا شو تساوي لنا؟ البداية المبكرة مالتها اوكي البداية المبكرة تساوي لنا 11. اوكي والنهاية المبكرة شو تساوي لنا؟ تساوي لنا 11 زائد مدة الفعالية اللي هي 2 وتساوي لنا 13. نجي على الفعالية H. فال H هنا إلها علاقة بال عندنا حسب ما مكتوب ال C وال F وال G. فنجي هنا احنا عندنا بالنسبة لهاي النقطة عندنا النهاية المبكرة يا اما 13 او 7 او 12، فناخذ الأكبر من عندهن. فهنا من تجي ال H اللي هي تقول إذا البداية المبكرة شو تساوي لنا؟ أكبر وحدة من ذني اللي هي 13. أوكي أكبر وحدة من السي ومن الجي ومن الأف. إذا النهاية المبكرة شو تساوي لنا؟ 13 زائد مدة الفعالية اللي هو 4 يساوي لنا 17. نجي الآن الآي. الآي لها علاقة بالسي والجي، فبالنسبة للسي والجي عندنا 13 وعدنا 7، فإذا إحنا شنو ناخذ هنا؟ ناخذ 13، فعدنا 13 البداية المبكرة. النهاية المبكرة مالتها 13 زائد مدة الفعالية اللي هو 5 ويساوي لنا شقد عدنا؟ 5 زائد 13 18. أوكي الآن صار عندنا واضح شقد مدة المشروع، فإذا إحنا هسه مدة المشروع رايد نحسبها. اوكي مدة المشروع او البروجكت ديوريشن المشروع تساوي 18. هسه الان صارت واضحة. طبعا احنا من اكملنا الرسم نقدر الرقم، فنقول هنا هسه نقدر ناخذ لون اخر ونرقم. عندنا هنا 10 اوكي هنا 20 30 اوكي وعندنا انا نقدر نقول 40 50 أي 60 70 80. أوكي الآن حسابات الاتجاه الخلفي اللي هي تحقق لنا شنو؟ معرفة البدايات المتأخرة والنهايات المتأخرة وأيضا فترات السماح. الآن طلاب بعد أن حسبنا مدة المشروع من خلال حسابات الاتجاه الأمامي، نجي نهيئ أو نكمل حسابات الاتجاه الخلفي اللي من خلالها نستنتج البدايات المتأخرة والنهايات المتأخرة وفترات السماح، وأيضا راح نقدر من خلالها نحدد المسار الحرج. فنجي مثلا بالنسبة حاليا بما أنه مدة المشروع 18 اللي هو مدة انتهاء الفعالية I، فبالنسبة لـ I late start مالتها late finish مالتها 18، late start 18 ناقصا مدة الفعالية اللي هو عندنا 5 اوكي فيصير عندنا 13. بالنسبة للH ايضا
تنتهي النهاية المتأخرة من 18، فناقص مدة الفعالية اللي هو 4 راح يصير عندنا 14. أوكي، البداية المتأخرة. بالنسبة لل جي والسي فتعتمد على الآي، أو أصلا أكو علاقة بينها وبين الآي، فراح تجي هنا نفس البداية النهاية متأخرة، عندي 13 ناقصا مدة الفعالية اللي هو 2 يصير عندي 11. وبالنسبة للسي أيضا النهاية مالتها 13 المتأخرة ناقصا مدة الفعالية اللي هو 7 راح يصير عندنا 6. أوكي، نجي النوب للفعالية F. الفعالية F لها علاقة بالH فقط، فإذا عندنا النهاية متأخرة راح يصير 14 ناقص مدة الفعالية اللي هو 3 راح يصير عندنا 11. أوكي، نجي إلى الفعالية E لها علاقة بالفعالية G، فعندنا هنا 11 ناقص مدة الفعالية اللي هو عندنا الفعالية إي مدتها 6 فصار عندنا 5. أوكي، عندنا الآن بالنسبة لل طبعا إحنا هنا أكو عندنا علاقة، يعني ال H أصلا هنا عندها علاقة بال G وال F وال C، فمن نجي هنا بالنسبة للفعالية جي وبالنسبة للفعالية سي، أوكي، أو بالنسبة للفعالية اف، ثلاثتهن لهن علاقة بال اتش، فال اتش هنا النهاية البداية المتأخرة مالتها 14. وأيضا بالنسبة هاي بالنسبة للاف لين علاقتها فقط مباشرة مع الاف فناخذ 14. أما بالنسبة للجي والسي فإلهن علاقة بالH من خلال الدمي أكتيفيتي، وإلهن علاقة بالI من خلال السهم المباشر. عندنا بالنسبة للH النهاية البداية متأخرة مالتها 14، أما بالنسبة للI بداية متأخرة مالتها 13. إذن هنا إحنا ناخذ بالباكورد باس ناخذ أقل قيمة. أوكي، عندنا بالذهاب ناخذ أكبر قيمة. ناخذ أكبر قيمة اللي هي قيمة البداية المبكرة، وبالنسبة للباكورد باس ناخذ أقل قيمة للنهاية المتأخرة أو البداية المتأخرة. فلذلك عند الجي ناخذ هنا 13 أو أخذنا 13 بسبب عندنا 14 هي أكبر من 13، فناخذ 13 لأن تحقق لي أقل قيمة حسب الحسابات. بعدها من نريد نجي على الدي، دي لها علاقة بالاف، هنا عندي 11 ناقصا مدة الفعالية للدي اللي هو 4، فراح يقدر يساوي لنا هنا اوكي راح يصير عندنا هنا 7. وبالنسبة للفعالية عندنا الاي، اوكي، ونجي للفعالية بي، فبالنسبة للفعالية بي عندنا الدي لها علاقة بي من بالاي والبي، اوكي، فبالنسبة للنهاية البداية المتأخرة للدي تأثر عليه من تأثر على النهاية المتأخرة للبي والاي. وأيضا احنا عندنا البي لها علاقة بالاي، فعندنا يا اما ناخذ 5 يا اما ناخذ 7، فبحالتنا هنا ناخذ اقل شيء، هنا عندنا 5 بالنسبة للبي، 5 ناقص 5 يساوي 0. اما بالنسبة للاي فعندنا فقط اكو علاقة مباشرة بينها وبين الدي، فتجي هنا عندنا 7. اوكي، فعندنا 7 ناقص مدة الفعالية الاي اللي هو 3 راح يصير عندنا 4. اوكي، الان صار عندنا واضح القيم. هسه الان بسهوله نقدر نحسب الفترات السماح. ف عندي هسه نجي على الاي، فتره السماح التوتال فلوت راح يساوي لي كالاتي، يساوي لي 7 ناقص 4 7 ناقص 3 اوكي، او 4 ناقص 0.
فبالحالتين يساوي لنا 4. بالنسبة للبي فترة السماح مالتها تساوي لنا 0، لأما 5 ناقص 5 أو 0 ناقص 0. بالنسبة للدي 11 ناقص 9 أو عندنا 7 ناقص 5، وبالحالتين يساوي لنا 2. بالنسبة للإي عندنا 0. بالنسبة للسي هو 13 ناقص 7 أو 6 ناقص 0 ويساوي لنا 6. بالنسبة للجي يساوي لنا 0، يعني 13 ناقص 13 و 11 ناقص 11. بالنسبة للإف هو 14 ناقص 12 يساوي لنا 2. بالنسبة للإتش فهو 18 ناقص 14 يساوي لنا 1، وهنا يساوي لنا 0. اوكي، هسه الان بالنسبه للفري فلوت قلنا الفري فلوت تساوي لنا البدايه المبكره الفعاليه اللاحقه ناقصا النهايه المبكره. فبحالتنا هنا احنا عندنا 3 ناقصا 5 او 5 ناقصا 3 يساوي لنا 2. وبالنسبه للبي يساوي لنا 0، بالنسبه للاي يساوي لنا 0، بالنسبه للدي تساوي لنا 9 ناقص 9 يساوي لنا 0، بالنسبة للاف يساوي 13 ناقص 12 يساوي 1، وبالنسبة للاتش 17 ناقص نقدر نقول مدة المشروع فعندنا 1، وهنا عندنا 0، هنا عندنا ايضا 0، لان يعني كلهن فعاليات حرجة. بالنسبة للسي فعندنا 13 ناقص 7 يساوي 6. اوكي، الان صعدنا واضح المسار الحرج هو المسار اللي فعالياته وفتره السماح يساوي لنا 0. فنقدر نظلل المسار الحرج، هاي عندنا الفعاليه دي بي فتره السماح 0، وعندنا الاي وعندنا الجي وعندنا الاي. اوكي، اذا الان المسار الحرج هو كريتيكال باث، باث يساوي لنا بي E G I. طبعا مثل ما تعرفون طريقة الحسابات الخاصة بالكريتيكال باث باستخدام الأسلوب بطريقة الأسهم يعتمد بالدرجة الأساس على أنه التمثيل، يعني أنا كيف أمثل الفعالية بشكل صحيح. أي خطأ بالتمثيل يسبب لي مشكلة بالحسابات، بالنتيجة قد ما أحقق أو ما أمثل أو ما أستنتج المسار الحرج بشكل صحيح. يعني مثل ما تلاحظون أكو مجموعة مسارات هنا كلها تعتمد على كيفية ربط الفعاليات، عدد الدمي أكتيفيتي، اتجاه الدمي أكتيفيتي. فلذلك ممكن واحد يعني يدرج يقدر يطلع مثلا المسار الحرج من خلال إدراج جميع المسارات هنا، لكن المشكلة هي أنه في حال أكو خطأ موجود بالمسارات راح بالنتيجة المسارات الحرجة أو المسارات اللي راح يتم إدراجها هنا تكون خطأ، بالنتيجة استنتاج المسار الحرج أيضا راح يكون خطأ. فبطريقة الأسهم مسألة رسم تمثيل الفعاليات بشكل جيد ودقيق هو خلينا نقول 50% من الحل، إذا مو 80% من الحل. بعد الحسابات المفروض تحصيل حاصل، يعني مجرد تطبيق معادلة نقدر نستخرج البداية المبكرة والنهاية المبكرة والمتأخرة وفترات السماح، ونقدر من خلالها نستنتج المسار الحرج. طريقة المستطيلات طريقة سهلة أكثر ومسألة تمثيلها أسرع، ومسألة الحسابات مالتها مثل ما شفنا بالمقطع الفيديو السابق أسرع وأسهل. أوكي، لذلك الممارسة برسم المخطط السهمي يعني بطريقة الأسهم أو الشبكة بطريقة الأسهم جدا مهم حتى تكون أكو ممارسة. لأن مثلا بعض الطلاب قد يتوهم أنه أنا مثلا على سبيل المثال عندي هاي الفعالية A وعندي مثلا هنا فعالية G. أوكي، وهنا مثلا أكو فعالية كانت من هنا خلينا نقول C، وهنا مثلا عندي I، وأكو علاقة ما بين مثلا هنا مستمرة العلاقة على سبيل المثال، هنا أنا مثلا عندي الـ E. أوكي، هنا تستمر هم مثلا X. فمثلا أكو علاقة ما بين G و A و C مع الـ I، يعني الـ I الـ I أصلا تعتمد بالدرجة الأساس
على انتهاء السي والاي والجي. فاكو شي يسوونكم مثلا يخلي دمي اكتيفيتي منها اوكي ودمي اكتيفيتي منها لاجل انه شنو يقول؟ يقول والله انا هسه تحققت عندي العلاقه مال السي والاي والجي تقدر حتى تبدي الاي. هذا التمثيل خاطئ. ليش؟ لان هنا من اجي انا مثلا اقرا المخططه واخلي صبعي هنا أنا. اللي قاعد الاحظه انه هناك فقط علاقه ما بين سي والاي والاي، يعني الاي تعتمد على سي والاي تنتهي يلا هي تبدي. هذا الدمي اكتيفيتي اللي خليته مجرد ربط لي الاي والجي بالاي فقط اوكي، ذلك يكون هنا التمثيل خاطئ. انا لازم بدل ما استخدم هذا الاسلوب اشوف لي بطريقه معينه كيف اربط الاي او الجي بالاي حتى تحقق العلاقه بطريقه ما، طبعا مو بهذا الاسلوب، حتى ما يصير تقاطع بما يضمن عدم مخالفة شروط تمثيل المخططات باستخدام طريقة الأسهم. أوكي، فضروري هاي المحاضرة يعني تراجعوها أكثر من مرة، والملاحظات اللي تم ذكرها يتم يعني أخذها بنظر الاعتبار، والممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة حتى يكون الحل أو وقت الحل عندكم بالامتحان قصير، وأيضا تتجنبون الأخطاء بالخصوص في تمثيل الفعاليات وحساب مدة المشروع باستخدام طريقة الأسهم. الآن طبعا ممكن أنه بعد ما تم استنتاج هذه البيانات ممكن نجي نمثلها بهذا المخطط اللي تلاحظونه بالأمثلة اللي مذكورة سابقا. أنا بعد ما استنتجت القيم اللي الآن موجودة عندي هنا اوكي، فسان هنا أنا عندي هاي القيم كلها موجوده، فاجي النوب لكل دائره من هاي الدوائر كلها كل واحده من تمثل بدايه او نهايه لفعاليه معينه او مجموعه فعاليات. بالنسبه لهاي الدائره او هذا الحدث اللي هو حدث البدايه هو حدث بدايه للاي والبي والسي، فهنا احنا عاده ناخذ اقل قيمه. فعندي انا بالنسبه لهنا أنا عندي مثلا بدايه مبكره صفر، وعندي بدايه مبكره صفر، وعندي بدايه مبكره صفر، هاي كده صفر. أما بالنهاية البداية المتأخرة عندي 4 وعندي 0 وعندي 6، فهنا أنا أخذ الصفر. يعني لذلك هو التمثيل هنا ما راح يكون دقيق، الأفضل أنه أعتمد على القيم الموجودة بهذا التمثيل، يعني راح توضح لي بشكل واضح كل فعالية هي بدايتها المبكرة وجد بدايتها المتأخرة حتى أعرف فترة السماح. لكن هذا التمثيل هو مجرد يأخذ أصغر قيمة بس حتى مجرد يعطي فد انطباع ان كل حدث البداية المبكرة مات، يعني اقرب بداية خلينا نقول مبكرة واقرب بداية متأخرة اوكي. لكن يظل الاعتماد على النتائج الموجودة بين الاقواس هو الاهم، كون يعطي خلينا نقول تفاصيل اكثر للبدايات والنهايات والفترات السماح.